نظمت اللجنة العمانية للمبارزة حفل تكريم الأبطال الفائزين ببطولة البحر المتوسط التي اختتمت منافساتها بالأردن، والتي أقيمت في صالة الأرينا التابعة لجامعة عمان الأهلية بمشاركة 203 متسابقين يمثلون 13 دولة. ويأتي إقامة هذا الحفل في إطار أهمية رياضة المبارزة في العالم وفي سلطنة عمان بشكل خاص، حيث أن المراكز المتقدمة التي تحققت في هذه الرياضة تعتبر إنجازاً كبيراً على الرغم من حداثة تأسيس اللجنة التي تأسست منذ 4 سنوات. وهذه الإنجازات هي ثمرة العمل المتواصل والتدريب المستمر للاعبين بقيادة إشام كرشود. وفازت إسراء السيابية بالميدالية الذهبية تحت 15 سنة، وحاز سعيد الشعيبي على الميدالية البرونزية، وحصل الحارث الحارثي على المركز السادس ناشئين في هذه البطولة.